السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ معكم أخوكم بسام. اليوم إن شاء الله تعالى حابب أن أشرح لكم الأشيز أوف وور، فنون الحرب. هذه هي أشيز أوف وور. في بعضكم الكلمة هذه لسه ما هي موجودة عنده، فعشان تطلع لكم هذه الكلمة لازم تجيبوا الويتستون بليد. الويتستون بليد تحصلونها، خليني أفتح لكم خريطة. في بداية اللعبة هنا بدأت اللعبة، هذه الكنيسة وهذه الجيت فرونت. كل اللي عليكم انكم تجون هنا في الرون هذه، في ذا المكان في فتحة تحت الارض تدخلون فيها وتحصلون فيه صندوق. هذه هي، علينا ننزل. تنزلون هنا يا شباب وتدخلون تحصلون فيه صندوق. داخل الصندوق هذا راح تحصلون الويتستون، الويتستون اللي هي هذه، انا اوريكم اياها. هذه هي ويتستون نايف. اذا جبتوا هذه راح ينفتح لكم عند البونفاير اللي هي اشز اوف وور. بعد ما تجيبونها بكل بساطة يمديكم تجون وتضغطون على اشز اوف وور، ويمديكم تركبون المهارات اللي تجمعونها من اللعبة. في مهارات يمديكم تشترونها، في مهارات تجيبونها لما تهزمون وحوش، في مهارات تشترونها. فبعد ما تجيبها كل اللي عليك تجي وتختار اللي تبغى، وما في عقاب. يعني مو اذا اخترت واحدة خلاص ما يمديك تغير، لا 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 عادي. شوفوا هون يمدينا اركب هذه، حلو، يمدينا ارجع مرة ثانية واغيرها بكل بساطة. اوكي، انا مثلا كنت حاط هذه الحمراء. طبعا كل واحدة لها مهارة، وهذه ان شاء الله تعالى بعدين راح نسوي لها فيديو. تضغط بعدين تنفتح لك صفحة. الصفحة هذه يقول لك ايش تبى خاصية السلاح تصير. هذا تبى السلاح عادي، تبى السلاح هيفي يعني تبغاه يعتمد على سترينث، كين تبغاه يعتمد على الدكس، كواليتي تبغاه يعتمد على سترينث والدكس، بلود يعني في له بليد يخلي السلاح في له بليد. انا كنت حاطط هذه، واتوقع قدام في اللعبة راح تحصلون خصائص اكثر، وعلى حسب الاشز اوف وور اللي تختارونها في بعض التطويرات تطلع. يعني زي ما انتم شايفين هنا مو طالع لي ماجيك، لكن لو اركب الاشز اوف وور مثلا هذه راح يطلع لي ماجيك وراح يطلع لي كولد. على سبيل المثال هنا لو اركب هذه اتوقع راح تختلف، شايفين طلع لي سيكريت اللي هي يخلي السلاح هولي. فعلى حسب ايش النوعيه اللي راح تركبها ممكن في تطويرات تطلع لك، وفي اتوقع في تطويرات زياده تحصلونها في العالم المفتوح. كيف فتحت الماجيك، كيف فتحت البليد والاشياء هذه والكواليتي والكين، هذه برضو في ايتمات تحصلونها في العالم المفتوح. ويتستون زي الويتستون هذه اللي وريتكم اياها قبل شويه، الاولى تفتح لكم الاشز اوف وور في البونفاير، وفي هذه تفتح لك الهيفي والكين، وهذه تفتح لك حقة الماجيك. واتوقع في زياده انا لسه ما جمعتهم، ولكن ان شاء الله تعالى هذه في مقاطع ثانيه نتكلم عنها أكثر. أنا بس حبيت في المقطع أوريكم كيف تفتحونها من عند البونفاير، وكيف تجيبونها هي في بداية اللعبة، وكيف تركبونها. ولا تشيلوا هم، يمديكم تلعبون وتغيرون وتجرب. يعني ركب حط واطلع برا، طلع السيف واضغط الون، اضغط التو، سوري. شايفين خلت سيفي يطلق سحر، يمدينا أرجع مرة ثانية بكل بساطة. يمديك تغير الويبن آرت، يمديني مثلا اخلي هذه خرافية صراحة. شوفوا يمديك تغير مهارة السلاح. انا صراحة المفضلة عندي لانه انا قاعد العب جريت كيرف سورد، ففيهم بليد، فعشان البليد انا حاطط هذه البلودي سلاش، يصير يخلي السلاح حقي فيلو بليد يسوي بليد. والضربة حقته رهيبة صراحة، زي حقك سكيرو، عرفتوا؟ رهيبة. فجربوا، حطوا اللي تبون، يمديكم تغيروا قد ما تبغون، ما تاخذ منكم فلوس ولا حاجة، والستايل اللي يعجبكم ركبوه. فيا هذا هو المقطع يا شباب، اتمنى انكم استفدتوا منه، ونشوفكم ان شاء الله تعالى في المقطع الجاي من شروحات الدرينك. معكم اخوكم بسام، وفمان الله، مع السلامة.